بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه بنتكلم مع الكوتلين والأوبريتورز، بس المرة دي بنتكلم على أوبريتور اسمه إن. إن يمثل عندنا في الفانكشنز حاجة اسمها كونتينز. كونتينز يعني تحتوي، فبنقول بي تحتوي على إيه، لكن في الإن بنمشي بالعكس، إيه موجودة بي ولا لأ. خلاص، فالإن عندنا إن طبعا ممكن نستخدم نوت إن، فبنقول إيه، فبقول نوت إن، أقول إيه نوت إن بي ولا لأ. تعالى عشان نشوف مثال على طول، من اس ار سي نوع الفايل نيو كود كوتلين فايل. بس خد بالك من حاجه، ان الاي ان البي، يبقى الان هي الاصغر والبي هي الحاجه الاكبر اللي احنا بندور فيها. خلاص، كونتينز بالعكس، بي هي الحاجه الاكبر، كونتينز الاي اللي هي الحاجه الاصغر ولا لا. عملنا ادي المين فانكشن اهي، وعملت فاريبل اسمه ايه، ولكن نحط فيه النص الكبير مثلا، وليكن بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم ده النص الكبير اللي انا هبحث فيه. هنعمل فاريبل بقى بعديه وليكن اسمه بي، وبي دوت هيبقى يعني مثلا كلمة الله، لفظ الجلالة الله. فأنا هبحث عن كلمة الله، هل هي موجودة في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا. وعملت print line، هطبع، تعال نطبع قيمة الـ A والـ B، فهقول الـ A equal وأحط الـ variable A بالدولار ساين عشان يطبع قيمته as a variable، وبي equal ودولار ساين P كده. هطبع قيمة الـ A والـ B قبل ما إيه، قبل ما أبدأ شغل. طيب بعد كده print line، هنطبع بقى الاوبريتور ان، فهقول بي ان اي اور نوت، المفروض يرد عليا باه او لا، فاقول له بي ان اي، هقول له ايكوال وجنبيهم هم عامل ايه علامه الكونكات، واقول بي ان اي، وهيرد عليا بي ان اي، بي في ايه ولا مش موجوده. المفروض طبعا بي موجوده في ايه، صحيح. خد بالكم من حته هنا، هنعمل كده حاجه ركزوا فيها فكروا فيها، اللي هي البريسيدنس، اللي هي اولويه الترتيب او اولويه التنفيذ. اولويه التنفيذ فكروا فيها، على العموم هعمل برنت لاين تاني، هل بي نوت ان اي، هيرد عليا باه ولا لا. خلاص، فعملت كده ايه، بي ان اي ونوت ان اي اون بي ونوت ان بي ولا لا، واخدت منهم كوبي، بس هغير المره دي الكلمه بقى مش موجوده عشان اشوف النتائج بالعكس، فاكتب مثلا كلمه الكريم مثلا. فهشوف بقى كلمة الكريم دي موجودة ولا ما هياش موجودة. هطبع برضو الـ A والـ B زي ما أنا، فلما أطبع A والـ B هيطبع لي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة الكريم. print line نفس الكلام بالظبط، وتعالى نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. احنا كده طبعناهم كلهم، في ايرور، print line مكتوبة بالمقلوب، يعني T مكان الـ L والـ L مكان الـ T. نعدلهم بسرعة وتعالى ايه نعمل run. لما جينا عملنا ران طلعت النتيجة عكس ما هو متوقع، طلعت النتيجة فولس وترو، فولس وترو. طبعا المفروض كانت تطلع بالعكس. ليه طلعت كده؟ لأن أولوية التنفيذ كان فيها مشكلة. لو رجعنا كده أولوية التنفيذ هتلاقي إيه؟ هو عمل كونكات الأول، فقال لك A نصا N B N A equal، وجنبيهم البي اللي هي إيه، البي اللي هي كانت كلمة الله، فبقت B N A equal equal الله. هل هي موجوده في الايه؟ ليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا قال لك الكلام ده كله مش موجود في بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمه الله مشتركه، بس مش ده، مش موجود في ده. وبناء عليه احنا عايزين نفهمه ان البي ان الايه دول يتنفذوا الاول، دي اولويه التنفيذ، او البي نوت ان ايه دول بيتنفذوا الاول، فيبدا يشوف البي ان الايه ولا لا، وبعد كده ايه يطبع جنبهم الكونكات، فالكونكات تتنفذ بعد ايه؟ بعد ما يشوف عمليه الايه؟ عمليه الشرط. كده لما عملنا رن لقينا زي ما احنا شايفين البي ان الايه طبعا كلمه الله موجوده في بسم الله الرحمن الرحيم. البي نوت ان الاي لا طبعا لا موجوده في الاي. اما كلمه الكريم قال لي بي ان الاي، قال له لا. طب هي مش موجوده، قال له ايوه ما هياش موجوده.